اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إذ ما تنسي لرب الخالق سبحانه وتعالى من خلقه عبد يسر الدنيا للعبادة يقرب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى مهمة رئيس عم العبد إذ ما تنرى ميسيون إكس عن العبد الدنيا ذي العبادة سيكي كان في عمي دي فاسي لربي عبد يسر الدنيا وما رئيس خلق العبد اللاريس أليف ذي العبادة من في ذي دي فكار الفضل خرب ويني فارين عدسة في الدنيا ثمرة أدي فضل سيخسر الخطر دي يخدم إلى آخر المطاف دي مثل دي جكولش والعصر إن الإنسان لا في خسر مرة العبادة الدنيا في خسر حشوي ده يسعى الإيمان بالعمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يسعى الإيمان بالعمل الصالح ذنش تجمع ريوم ذاوينيس غلخة وذيك في دقاء وتزولوا فإن خير الزاد التقوى. كان مثلا إذ مثلا تذلت العبد وغزي الفلام رمشت عين دي في مليس دمغاء رمشت عين دي في مليس يغطر الدنيا ذكي أهتر لنا قد نخمم أروين في غديف كاسي قربي لأهيم ما في غديف كاسي قربي وما نصرف بك الدنيا ذكي ونصرف لثنا لمجمونا ونصرف لثنا ولا ذكي أهتر يفكي أبكان كاسي قربي باش أنشلسو أن تص مبادل أدي سوق ثل مثلا روح يقربوا ويس أفحسبتم إننا خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. إذا ما يسخ من العبد أن غيس تذيف المهمة من في ذي فكاس الربيع ذا عوين ريوين يوسي من ريوين إلى الغرس ثلاما في البرث أكتشوما أي مثلا وثلاث برث تفرى وسوية جنسي ثلاما ثلاث البلاد وذي في مس ذا الحياة ريس عبدي ذي دوني السيد الربيع في ذي فكا والسيد الربيع آثيوي هذه السفرة ذي دوني ذاكي آثيوي على خف ولكن السؤال المطروح هل ترى العبد ذي في مسن تقدر تقول لك شو تقول تفهم هذا عيش سيدي ربي سبحان الله ذا الشكل اي مثلا اذا السؤال اريس 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 طرح اريس ان العبد ايمانيش ان ترى سيدي ربي اللي تعيشه ان ترى مساوي غرام ان ترى وفير غرام يوفري ديرس ومن يخسر العبد الذي في مانيش بالليل الروحي صغر سيدي ربي الرزقي صغر سيدي ربي ثلاثين صغر سيدي ربي الجوارحي صغر سيدي ربي وإذا في ذلك الشفاء دي أبي سرس حاجة سيدي ربي وإذا في ذلك الفرس دي سرس حاجة سيدي ربي ولماذا أصروا يا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى. إذن العبد الإنسان المؤمن يتعيش السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد خلق العزوز سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سيد ربي سبحانه وتعالى يتعب يتيم ذي عظيم من يخدم العمل الصالح فهي ما يتمثل المعية الخاصة نسقر أدي لسيد ربي غير ورق سيقر ثلث قوة غير سيد ربي أكي عيون أكي ينجو أكي ينصر أدي فك أكي كسي خير أكي كسي طيق أكي سيسي مثل عيش أكي جعل أمر لك مرة ذي اليسر أكي دي أرزق من حيث لا تحتسي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسي. سيد ربي سبحانه وتعالى يعني ذي مؤمن أذك أزدف كتاب وثفان وثي تججانا دي أذيك شما دخل من ديق ثانسا دي قلنا أزدف سيد ربي ذي وثفان وثي دي أرسخ بقوان دام ويبنان يقال هو من يتق الله يجعل له من أمره يسر ولاية فعلا سيد ربي الإنسان المؤمن يخدم العمل الصالح لو مرسم الرد يسلم لو مرسم الرد يسلم
من مشاهدة متسلمة أرسقيس النساء بسرحنا أرواس إذن الأرسقيس يستنى الدريس العبد المؤمن المؤمن الذي حالك الجوائش ولكن الرسل يستنى الدريس العبد المؤمن ماشي النساء يتبع على ذي سنبي في الناس أبي خدم الجهود هذه السبب ولكن الرسل يستنى الدريس كيف مثلا إذا تدت العبد الدوني يجعل السيد ربي مرات يسأل العبد المؤمن وذي يخاف ما تبع ذلك السيد ربي على العبد المؤمن يقرأ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا سبحان الله أسي كفر سيد ربي سيئاته أسي يعفو من الدنوب وسفك الأجر القرآن أجر عظيم أشتغل فيها في ذي يخاف إذا لدي أربح الدنيا ذي أربح يخاف ولكن أي مثلا ثقني ذي المعية الخاصة من المؤمنين أذي سيد ربي ذي مؤمن أذي لما ذي نسيس سبحان الله ولكن ماذا قلنا ذلك الشيء هنا من أدم وذا عشرار نصير ربي ثوخة وفي فريد نس ثوت ثبث الفروع الولي ثوت نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثوت القرآن الكريم سيد ربي ماذا يسوه ريس نسوا الله فنسيه سبحان الله يقال سيد ربي قبريس ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم إن دغور مثل أتغيب إذوين أكنين يكتون سيد ربي وسيد ربي يرثن تسوني منس شو يتسوني منس ليه مثل تسون أن سيد فيك رصقي تسون أن سيد كسحاك تسون أن سيد كتذفادلك تسون أن سيد ديتك ديتكوك أكل نعم يتعش للدوني تسون من اكتين ويني يجيب كريم يمكن درس خمسة وعشرين سبحان الله أرتر يتسون إلى عبد المنس ما يتسون ويني يجيب كريم يليخ نعم يتسون المنس الكلمة مثل ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى أذي لذي ولكن العذابين يتسون سيد ربي أذي يعيش داخل جيوث المعية المعية العامة الظرب كان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الظرب داشي يخدم الولي يجنيه أذي يلولي إلى قبضة سيد ربي يقدم الله معكم أينما كنتم هذه المعية العامة يظهر سيد ربي داشي يخدم ببلادهم يظهر شيء من نبويك يظهر شيء من السواف أمان الأمان أين إذا ضغط خلط إلا غرض ولكن المعاونة نال الإعانة نال أين أن النصر أكينصر نال النصر يغفي لك في نكس إيك استقضي خير وين يرث كني يعبد شيء مؤمن يكفى عن ذلك الناس أرجع يا ربي ذلك سنة مثلا أي مثلا ذشو إجحج ذن ويلعب غفين تدخل خير ذشو يديش بعدنا فين تدخل خير ثلاثة الأمور ذي الأساس وين إكسب عنوي أغرف سيد ربي إكجعل الحجاب يلوي العبد أكل وين دقيقة سبحانه وتعالى إتبع لي دفين دقيقة ثالث مثلا الفرح بالموجود ما دل الفرح بالموجود المعنى ما لي فرح العبد سنيع ما في دين عبد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أنشتغل يتبع هذا العبد غصي ربي والفرح ما أدري أنه يتبع هذا العبد غصي ربي معناه الفرح أثن فرح أفسين العنصرين أنزولوا ذرف إلا الفرح يقارن الفرح الممدوح إلا وين يقارن الفرح المذموم الفرح الممدوح ما لا تفرح هذا سمنع عينيش وتتصبر وانك يدخل مثل مقرر النعمة سيد ربي هذا المختير اكسيدي في كان ماذا ما قدر الشيني اكسيدي في كان ماذا ما قدر الدرياني اكسيدي في كان ماذا قدر الصحاني إذن اكسيدي في كان إذن من مقدر نعمني أسفرها سنعمني وتشكر وين كده خير سبحان الله وقال الفرحة قد يعايد فرح من دون خطأ أسخر مضى النعمة اللي غدي في سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أسخر هي خافي يقرض وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أي خطأ النعمة أي مثل دائما تشفكنا في عبد أتسلو منا إما أتسوح النعمة الذي في السفلس أنسى مزيد الدنيا وإما غادي مثل ديج النعمة إذن كل نعمة الذي الدنيا يسدي شوان على العبد حشر وحرس روح إذا تبويز
اللي فارس تبغيسي اللي خميس يا خميس واللي حمس اللي ربنا تيشكر انت ما تزيد كان الفرصه يزيد كان لي مويا يسالي خميس يا خميس اللي سخن دريس افود مربي اللي سخن شيس افود مربي اللي سخن دزمه اللي سفود مربي اللي سخن اي نيفو اللي كيسي سي مربي اللي سخن افود مربي على خاطر في الجونيت الروح على روح اني عاملين حاشي لك اللي خمتني افود مخلقه يا فيا خميس ولا سي روحها كيف مثلا اللي ما يفرح العبد سي يعمل لي ادي مكتي سي ربي وادي حمد لي شكر وادي الفرح ممدوح خاطر نسيب ديك كان النعمه ها وما بكم من نعمه فمن الله خير بوين ديك كس خير بوين سي ديك شو انا عامل عبد مره نقص وسي ربي ممدوح يقرا لي عمله ال داوود شكرا وقليل من عباده الشكور النعمه ليش خميس الى خاطيني تسخر ربي الطعن سيدي ربي تقول لي صاير فرح سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى والفرح المذموم هي مثلا كرا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى الفرح فرح قارون سمع ميس الخبر ودي بكتا سيدي ربي وجعل ابن سيدي ربي للسيدي الكل من الناس القبلس وفرحان اذ قال له قومه لا تفرح ان الله ان الله لا يحب الفرحين نرشك وبالتالي فيما اتاك الله الدار الاخره النعمه اللي كنت فكرت وفرح ليس اي خطر اما غتكفج واما غتستجر اما غتفلسل واما غتفضل غتستجر اذا خص خميسي يا خاطري اروي وكنت فترة ارت تشفاطر ارت يتفاد سبحان الله ولكن يا عبد الشافعي ذا شو سينا قارون قال انما اوتيته على علم عندي سبحان الله هي ليش وقت لان كي سيدي حداد ماشي سيدي ربي سيدي فكان زين حدا صدرعي سبحان الله قال انما اوتيته على علم عندي اذا الفرحه كي الفرحه المذموم ودي مكثر العبد سيدي ربي السيدي فكان اخزر بهذا الفرق مسافيز يخسف في الناس سيدي ربي القاع فخسفنا به وبداره الارض يفرح فرعون الايه مثلا سلكوا بغيز دي فاسي ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي شو نسينا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون إن اسم ماشي ديلو من القاعة يبين أو كدي السفنة ليس عدينك مرة ماشي ديلو سيد ربي سبحانه وتعالى مثل يمثل دي زرعي الطهوب برس القويس إصغر كذي الزخر يسد في النغي دي نجنينو فأغرقناه ومن معه جميعا سبحان الله اي كما يثبتن اذن الفرح سي موجود الفرح المذموم يسدي مكثي من العبد يسدي تسمق النعمه يمشي ولكن الذي يمشي من دقيقه يسدي فرح العبد سي النعمه اللي غادي يمشي من السيدي الكل وهذه يطغى سواء بالقوه الصحه الداريه للشيم جميع ما يسدي النعمه سيدي ربي في لك يا شو من السيدي كان فجر خدم الحجاب يقربوا لي او الخلق سبحانه وتعالى النعمه هي مثلا يتسكت سيدي ربي النعمه الدنيا يتسكت سيدي ربي وليك الحمل يتسكت سيدي ربي وليك وسقال رب لي ماذا قلنا يفكي سيدي ربي ذا حميك حمي ما يكسر سيدي ربي ذا بغض اكيفغض سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني سبحان الله ولكن سيدي ربي قال كلا ما ننس ماذا قلنا يفكي سيدي ربي النعمه غير عبد اشيل ذا حمل يحمل ماذا قلنا يكسس يصدق في لسع رزق أسيني ضرب غادي يبغى الذكر هي يكره كلا فجيني غير مثلا قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه معناه الابتلاء للاختبار ما الذي فكسد ربنا النعمة إذا ما تصدر النعمة قد باش لا تسخر له طال بين العين أو بين الدنيا كان غير مثلا سيدنا سليمان عليه السلام ذاس داود عليه الصلاة والسلام يفكس سيدي ربي الدنيا يفكس سيدي ربي يخاف ولكن اسمع
اختصاص ان سليمان دي نعمز دي فكسي ربي سبحانه وتعالى دي شغل اسينا. قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. انيس ثقل النعمه من سيدي ربي يخميد الامتحان باش غادي يزرق ما قلنا احمد غادي تشكر ولا تكفر. وفعلا احمد غادي تشكر اي مثلا سيدنا سليمان عليه السلام. اذا انشتغلين ولاش الدليل بلي ماذا قال لك كيس دي العبد الدليل الاكرام لا ماذا قال لك كيس العبد دليل الاهانه. كلا ان الخطا ماشي نشتري ولكن الامتحان مي في كيس دي العبد اللي صار ماذا قال لك العالم غادي يخدم لا غادي يطغى ماذا قال لك كيس العبد اللي صار ماذا قال لك غادي يشرى ونسيد ربي سي الحكمه ينسي البالغه اذن تسيك زران دين عبادي يشتشوا بخير اذن تسيك تسير وكرم ولا يخدم دي الخير اي مثلا. والحكمه الحكمه ليس حكمه بالغه وحاشا الخير اللي يفكر ديك سيدي مثلا قرب يديك الخير انك على كل شيء قدير. اي كم مثلا. والعنصر الثاني نعرفه باسم الحزن بالمفقود. الزعوم الفرح بالموجود واسم الحزن بالمفقود. مريني من العام مثلا يروح سوق مكان الخدمه نعم إذا عاش وحبي وينك يحمل وين تسينس يرب خلاص اللي يحزن في الناس يروح الشيم اللي يحزن في الناس يخسر ذكرى من الصفقة اللي يخدم اللي يحزن في الناس تروح الشيم بالفرصة اللي سريع بحدوني اللي يحزن في الناس وزد بارا اللي يحزن في الشغل من دوني أي مثل خطر دوني ذي المفلسين وكل عباد ديجسوا لقرارات جل مرة خسر نسكالين ولا قرار هذا روحنا نزوار ما نديرو قدي آدم حاجة ما يفعل عمرا دوني ذي العباد ديرو حاجة روحة غيرو حاجة غبرة لغضر دوني قد كل نفسي دائقة الموت دينا سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى حاجة ربي ما لدي ورم كل نفسي دائقة الموت قد كل من عليها ثان ويبقى وظهر بك ذو الجلال والإكرام واحد زلال ما يعرف ذا الثيني كيف وذن أي فين يروح خطر الحزن الكثي دي تسلل وذ الدنوب على دوير ذا حتى دي الأعمال الصالحة ما تخلطن ولكن واحد زلال فلاس واحد زلال أي مثل الحزن أجي السفر يوبرين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقاد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. خرب وين ريش على خرب وين أردي وانا مور أردي وانا مورس وخرب وين أي فهم في الناس خرب وين أرسي شو يكسب إيش وقتل أوب القسم اللي دوني إيش وقتل القسم اللي خلص سيد ربي العباد دي لو حي محفوظ أي مثل يقال سيد ربي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذا العبد ويحزن في اللي فتن ويفرح حاس ويز دي فكسي ربي اما كان دنا الفرح الطغيان ذي الفرح اللي تسوي انك ني از دي فكرك ني از دي فكرك النعمه اللي تصفح الفرح الممدوح اد مكتسي ربي اتحمد اشكر وانسى سي ربي سبحانه وتعالى ما كسر تحمد تشكر اد يزيد ذي النعمه يس يقرص وجوائز واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. الحمد لله شكرا سيجار كيف سيجار دون ديزجير ماذا قلنا قد كل ميت كفرم العذاب ينس يوعى أي مثل أكيد إنه أخلق العزيز سبحانه وتعالى على خطر أي مثل العبد المؤمن خرب وين أي ضرم يرس خرب وين أليس عبدي ذي ذو ذات يرس يتسوغ يسد الخير ماذا قلنا إصابة وين العين أبي أحمد سيجار بغض يشكر كل شيء خير ماذا قلنا إصابة وين الدريم أبي يصبر وذي يحتسب وذي يرجو سيد ربي سبحانه وتعالى ذي نسيك بغان أدين قدر الله وما شاء فعل وسيغان مرات الخير. الإنسان المؤمن كل شيء يزيد في الناس للخير أكما يتمثل إذا تبيز إلى عبد وإذا تسال سيد ربي إذا دقيقا سبحانه وتعالى ولي فرح السر موجود الفرح المذموم أدي تسو سيد ربي وذي حزن أفين ذي فتن وإن يحتسب وإن يرجو سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أكلا يبدأ والعنصر والزيادة ويفرح السن مدح الفرح بالمدح
ما يمكن أكيد سندح لي غشم أسخر يعذري ذي عيد أكيد شكر واتقى لي غشم أكيد شكر غشم السفن ويشي سيك ولكن أكتب لي استع بجل يقوث أو سيصر الورك وكتشيني ما العذر سندح لي غشم يتشكر لي غشم إذ كتب زراني مليك أكثر مسلم ما شكرًا كنت يا عبادي مثل يقد صفحة غاسي ربي وتحمل أشكر على خطر إصار سيد ربي دلوه وتنظرين على الغاشم إصار سيد ربي العيوبي وتنظرين على الغاشم الإنسان المؤمن إصار سيد ربي العيوبي وتنظرين على رويا كانت مثل إذا الباكد ما الكمد حني غشم عن شكر أحمد سيد ربي العيوبي وتنظرين على المدن خطر محمد بن واسع رحمه الله كدينا يندلو كان وكان الرجل الصالح وكان من السلف الصالح يندلو كان سعين دلوه لو كان سعين الريحة يعني دلوه كان سعين الريحة ويقن الغروير يندلو كان إذا مزوره ولا شو يقن الغروير ألف حظ الريحة ندلو فيه إذا لو كان ديتسلوكين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دلوه العبد سبحانه السفلى يلوني سلاحي ويددوني ولكن من رحمته إذ صار العبد غفير أكاين مثلا إذا ما كان يمدحيون ما كان يشكر غور كان يطفي الغرور أحمد سيد ربي تشكرت وسيد ربي الصايك ذي العيوبي وذنويا لرويا أهدرا فظلت شوك تفل الملائكة إن السياد في الله ذا شوك تفل الملائكة ذي الدلوك الخضر سيد ربي سبحانه وتعالى جعل يعرفيس ذا الخطاء ولكن يجعلني ثاني ثوبا ذي استغفى يقال ويتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التواب ولكن دينا الرسول صلى الله عليه وسلم ولاش لعب من غلطان اللي دوني لعب مره غلطا تشكر لي وبري ولكن استغفر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى اي مثل لعب الذي يحمل سيد ربي ما في شكر يصريت في العيوبيش أثم صرينا لويا يسجن سفل الصفة إليها ولكن العباد مرة سعى لدي الصفة ويصريت من الإلعاء يصريت من ولد من دخيرا كما يتمنى إذن هو الكاتس أتحن لذلك تشكر وين كنت تشكر ولكن أحمد تشكر وين كنت تشكر كما يتمنى المدح ما كنت تشكر يقول ما كنت يمدح العبد الضعيف وخلق الإنسان ضعيفا أسي يشكشم الغرور على الداخل أسي يقرب بعد ماشي دايجان شوية من بعد اللي بدون هذه السمو غاري مانيس من بعد هذه جاري مانيس يف مرة الغشيم أسي يكشم الكبر من بعد في الديوين دي تمس الكبر ده شيء سوى ضيك مثل روان دي سوى دي سوى ضع جهنم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ينبه يشمل الجنة وين يسعى مثقال ذرة أزل كانك من الذرة وين يسوى لترول وصور كما ليس يسعى الزغي ويس ويشمل الجنة ونشتاق ما كده من دحيونا كده يسكى ذي نسكشم للعب دخل من الغرور ويشمل الثموار من بعد السنان يقول الدوم ماذا كده العبد يفكيس زاد ومن دحيني حمية الشكر لغشم حمية تسمى دحيني غشم ذينا إقذى ثرفة وبريد أي مثل ويتحل الدلو بالسيئات وين ويتفقى سبحان الله أثير من الغرور والغرار وشغل في السفو الثرفة وبريد كان مثل إذن أمدح ذو شكر ما كان يشكر يوم شين أحمد شكر وين كيصرن وزرنا يصرك دي لعيو في قطن زرنا رويا ونظر ولكن شين حسرنا دائما دل عرض الضعيف أي مثل سالم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن ذي مناسك الحج ذي مينا ذي مكة المكرمة إي مية إذا كان يتمنى ميوت عن السديم والجاز ذينا برجم الجبرات ذا شو سيدينا سيدينا والإزنة إمنيش كتشينا ماشي ذا الإزلاعي أنت رجل سوء ولكن ذا شو سيارة الجواب سالم بن عمر بن الخطاب مثل خزرت أنوى مثل ربان ذا عمر الفاروق ذا عمر الخليفة أكما يتمثل إمنيش سالم بن عمر بن الخطاب إمنيش سالي حقمي بن ذوي أيام إمنيش يقول إمنيش والله الذي لا إله إلا هو إمنيش حشر كتشينا سنن يصير بقيمة سنية معناه حشر شيء ظلم بلي يرجع ذي الكلم بس خذ زطيف مثلا مدى التواضع
إكسا والسلم من عمر بن الخطاب إنسان يخطب نحشة بين العين ويسن الخليفة عمر إذا نسيت الدربان ولكن يسن كلي ديالي يعني في الصح صالي حق ديالي يعني باش الإنسان المؤمن اللي يخطب بين العين ولي تواب ولكن الإنسان الفاجر إنسان الشقي اللي يخطب بين انديري يانا ويتسوى دارا أدي من المكرم سيدي ربي أدي جعل الدين تحسب لها في جعل الدين تزال في الناس رجع بيجيوني أكام إذ مثلا رجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان رجع يا ربي وإذا كنت سوى الأخلاق سبحانه وتعالى إذن ثلاثة الحويج إذن ثلاثة الموريين ذاكين إكخذ من الحجاب يذرون أقوى من الدقيقة ما لا يفرح العبد سوين إذن بيرس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أكو الحزن المالي الحزني عبد سوين شي توكسن أكو ذا الفرح مالي الفرح العبد سوين سيدي توشكر سيدي توامدح خبرك شوية الغرور تسفروا بلي كان يتبذل رجع ربي من المؤمنين حق الإيمان رجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.